التعب بتاعهم يعني ما كانش حد في الأول عارف المرض بتاعهم ده إيه. يعني قالوا محمد ده عنده مرخة ولادة بالعلاج وحاجات زي كده هيجيب نتيجة، يعني تشوف حالتهم تقول مش هكمل، بلاش دراسة، بلاش. لا، هو ربنا ألهمنا إن إحنا يعني إيه نعلمهم. عندي مرض وراثي، ضمور عضلات، لأن بابا وماما ولاد خال، كانت مدرسة يعني فيها الحالات زي على كراسي وعندهم يعني إعاقات. أخويا يعني هو أكبر مني بسنتين، فكان دخل المدرسة دي وأنا دخلت معايا يعني. أول بقسم بس دخلت الجامعة بقى وسبت الياس من سيتو بقى، فقلت أدخل بقى الجرافيك بقى. أنا بادئ كتابة من وأنا في خمسة ابتدائي، يعني كنت بحب أسمع القصص وكده، فقلت ليه ما بقاش أنا يعني صاحب الحكايات اللي الناس تقراها. فبدأت أكتب، كان أول قصة ليا اسمها التحدي والإرادة. بعد كده استمريت في الكتابة لحد 2011. في مرحلة الدراسة من ابتدائي لغاية ما تخرجوا من الجامعة الاتنين، يعني ربنا يديه الصحة، هي اللي ايه تعبت معاهم، فكان بتقعد معاهم الفترة الدراسة كلها لغاية ما انا مثلا ايه اوديهم من المدرسة او اوديهم الجامعة. خريج كلية غاية جامعة القاهرة، فكرت بقى بعد التخرج أنا أعمل إيه بقى، ففكرت في الفوتوشوب وكده. واللي شجعني على كده ماما وبابا وأخويا محمود. أول عمل مجمع كان 2017، كان رواية اسمها الحب عيد والقدر سرطان حميد. نزلت 10 حلقات، بعد كده الناس عجبتها الفكرة فعملت ليها جزء تاني يعني، وبس من ساعتها بقى بقيت أنزل كتابات وكده. علمت بقى فوتوشوب 2019 على يوتيوب، وأنا كنت بقلد أول، يعني كنت بشوف الفيديو وبقلد. أنا خريج كلية آداب قسم تاريخ جامعة القاهرة. أنا كنت حابب المجال أصلا بتاع الكمبيوتر، لأن كنت صادق يعني مع نفسي إن الكمبيوتر هو أنسب حاجة للظروف وكده، فخليت الكتابة تسندها الفوتوشوب وهما الاتنين يكملوا بعض. هو مثلا بيبقى حد بيقول له عايز مثلا تصميم، فأنا بعمله أو بساعده. العلاج بتاعهم بيقولوا دلوقتي في علاج بس غالي جدا، حتى الأشعة والتحاليل، يعني في تحاليل ب5000 و6000، التحاليل بس غير العلاج. اللي اتمنى من ربنا ان ربنا يشفيهم ويمشي زي يبقوا عاديين يعني. فيجو